حبايب قلبي الحلوين، زيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءه جديده. الفيديو النهارده هيكون عن كراش النظرات، او الشخص اللي انت معجب بيه وحاسس ان هو كمان معجب بيك. هنشوف يا ترى الشخص ده هل هو معجب بيك فعلا، وهل بيغير عليك، بيراقبك، ويشعر باي مشاعر تجاهك، ويا ترى عاوز يقولك ايه ومش قادر، وهياخد الخطوه دي ولا هيفضل زي ما هو كده، يعني لسه مش هياخد الخطوه دلوقتي. القراءه دي هتكون باول حرف من اسم الكراش بتاعك. طيب لو انت ما تعرفش اسم الكراش خالص، فتختار بالاحجار او تسمع طاقه القراءتين، طاقتك انت في القراءتين، وتشوف اكتر طاقه مطابقه عليك. اوكي، مجموعه رقم واحد هتكون بالحجر الأزرق أو أو أزرق يعني. ومجموعة رقم اتنين هتكون بالحجر الفوشي. عشان تختاروا مجموعة رقم واحد ومجموعة رقم اتنين. طيب ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وشير كمان لاصحابكم عشان يشوفوا معاكم الفيديو. ولو حد محتاج يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، هتلاقوه في الديسكريبشن بوكس وفي التعليق المثبت الاول. تعالوا بينا كده نبتدي القراءة بتاعتنا النهاردة، ونشوف يا ترى طاقة مجموعة رقم واحد ترى طاقتك ايه يا مجموعة رقم واحد. مبدئيا انت احتمال تكون من برج العقرب او من برج السرطان. ايه ده، انت عاوز تبتدي حاجة بسرعة قوي، في حاجة بتفكر فيها وشغلة دماغك جدا وعاوز تاخد فيها خطوة، عاوز تعمل ايه؟ تبصوا الايس اوف كابس والايس اوف بنتيكلز والايس اوف وانز، يعني التلاتة. انت في حاجة عاوز تبدأها جديدة، في حاجة بتفكر فيها شغلة دماغك دلوقتي وعاوز تاخد فيها خطوة، ويمكن هي دي اللي مأثرة عليك وعلى طاقتك الفترة دي، وعشان كده طلع الطاقة بتاعتك. في حاجة مسيطرة على تفكيرك الحالي. بص، شايفة يمكن انت في حاجة او بتفكر كتير، يمكن انت في حاجة عاوز تعمل لها ستوب من حياتك وتبتدي من اول وجديد. يمكن شغل، يمكن شخص، يمكن عادة مثلا بتعملها معينة عاوز تنهيها خالص، وعاوز تبدأ من اول وجديد. عاوز تكون شخص جديد بشكل جديد باسلوب جديد. ممكن على فكرة يكون عاوز تغير حاجة في شخصيتك وتبدأ من أول وجديد بشخصية جديدة، حاجة جديدة، تبقى شخص مختلف. كمان شايفة ان انت يمكن بتفكر في والدتك كتير الفترة دي، او مهتم بيها، او ممكن تكون في عندها مشكلة وانت بتساعدها في المشكلة دي. المهم ان هي طالعة في الطاقة بتاعتك حاليا، والدتك او فكر فيها او عندها مشكلة معينة، وانت برضو المشكلة دي مؤثرة عليك وبتفكر فيها قوي، وعشان كده طلع في الطاقة بتاعتك. كمان انت بتفكر في الارتباط، في الزواج، في الاستقرار، في الأسرة، في البيت، في الأطفال، بتفكر برضو في الموضوع ده يمكن في الفترة دي. ويمكن عامل خطة، عامل بلان، عامل أو عاوز تعمل خطة أو بلان تمشي عليه. يعني مثلا تقول انا مش هعمل اي خطوه تجاه اي حد، وانا هستنى ان يتعمل انا علشاني الخطوات، مش هعمل حاجه انا عشان حد، انا هستنى اللي يعمل عشاني. ممكن جدا تكون بتفكر في كده. ده بالنسبه للعاطفه والمشاعر والارتباط والزواج والمواضيع دي. كمان يمكن انت محتاج نصيحه من حد، او مستني مثلا
حد يقول لك حاجة، مستني خبر، مستني رسالة، مستني شيء، في حاجة جاية لك انت مستنيها، وبرضو الحاجة دي شغلة دماغك وتفكيرك قوي الفترة دي. تعالوا كده ناخد كارتين من كروت الانرجي. انت بتفكر، برضو طاقة تفكير، يعني بصوا برضو طاقة تفكير، طاقة تحليل، بتدقق في حاجة، بتشوف حاجة، بتراقب حد او بتراقب شيء او بتستني شيء. وهنا برضو بيقول لك استراتيجي، انت بتعمل استراتيجية او ماشي باستراتيجية حاليا او محتاج انك تعمل استراتيجية. اوكي، طلع لي هنا برج السرطان وبرج الثور، ورقم واحد كتير، احتمال تكون مولود شهر واحد او يوم واحد. هنشوف الكراش بتاعك، كراش النظرات. هل هو معجب بيك فعلا؟ اقولها كده، خصوصا لو انت امرأة، معجب بيكي جدا على فكرة، ومعجب بيكي كشكل، كملامح، شايف ان انت عندك جاذبية، في اعجاب شكلي واضح جدا، اعجاب الملامح، واخد عنك فكرة انك امرأة طيبة، حنينة، قريبة من القلب، روحك خفيفة، واخد عنك الفكرة دي. فبالنسبة لموضوع هل الشخص ده هو معجب بيك فعلا ولا لأ، هو معجب بيك، بس الشخص ده عنده مشكلة في حياته حاليا. المشكلة دي يمكن تتعلق بعلاقة سابقة سابها وابتدى ان هو يمشي في طريقه بقى، او ربما تكون المشكلة دي متعلقة بشغله، في حاجة في حياته تعبة، في حاجة في حياته واخد فيها ال10 سنين، ربما كمان يكون في ناس حواليه مش كويسين، او مثلا في شغله في ناس كتير حواليه مش عاوزينه ينجح. شايف اللي هو واخد ال10 سيوف، يعني يمكن من القرايب، يمكن من جيرانه، يمكن من زمايله، من صحابه، من عيلته، يعني من شغله في 10 سيوف، وكمان يمكن من علاقة سابقة. الشخص ده يعني واخد كتير قوي ضربات فوق دماغه يعني بصراحة، ولكن من ناحية هو معجب بيك، فهو معجب بيك جدا، وخصوصا لو انتي امرأة، ويمكن يكون بينتظر الوقت اللي بيشوفك فيه او بيلمحك فيه وبيشوفك وجه لوجه، او بيبصلك وانتي بتبصيله او كده. فهذا الشخص فعلا معجب بمجموعة رقم واحد، عنده طاقة شغف تجاهك، عنده طاقة انه حصل له زي انجذاب كده من اول لما شافك، من اول لما لمحك، لاني طلع لي اهو، بصوا زي ما انتم شايفين بداية وبداية، من اول لقاء ما بينكم، من اول كلام ما بينكم لو انتوا كنتوا بتتكلموا، او من اول نظرة ما بينكم انتوا الاتنين، حصل اللينك، حصل الاعجاب، انتوا الاتنين عجبتوا ببعض، وده واضح جدا في القراءة. تعالوا بقى نشوف يا ترى الشخص ده هل بيغير عليك، هل بيراقبك، هل الشخص ده بيغير عليك وبيراقبك؟ ده بصوا نفس الكارت ذا امبرس برضو، ومنجذب ليك الشخص ده قوي شكليا،
على فكرة في ممكن جدا يكون في اختلافات ما بينكم انتوا الاتنين، في اختلافات في طبيعة شخصيتكم، في العمر، في الجنسية، في اختلافات. يعني مش لازم يكون كلهم، ولكن ممكن يبقى حاجة واحدة، ممكن يبقى طبيعة شخصيتكم غير بعض، او مثلا العمر في فرق ما بينكم انتوا الاتنين، او الجنسية في حاجة ما بينكم فيها فرق. تمام، انا بشوف ان الشخص ده شخص حكيم وعاقل ورزين وهادي كده، ولو بيغير ما بيبانش عليه، وحتى يعني هو في الكروت هنا مش واضح مبدأ الغيرة عنده، ولكن واضح مبدأ الاتزان. يمكن عشان هو كراش نظرات فمش باين ده قوي في القراءة وفي الطاقة، لأنك ما اتكلمتش معاه كتير، أو ممكن يكون بس ما بينكم نظرات، ولكن الواضح هنا هو اتزانه وعقله وحكمته وتفكيره الكويس. تمام، ولكن هو ما بيشوفك بتثبت في تفكيره، يعني بيقعد طول اليوم يبقى فاكر الوقت اللي شافك فيه وانت شفته فيه، بيبقى شايف ده او واضح في باله او في مخيلته، في خياله بيكون شايف الصورة دي جدا. طيب هل هو الشخص ده بيبقى عينه عليك، بيراقبك مثلا بعد ما تمشي او كده؟ ممكن يبقى انت مديله مثلا، مش مديله وشك اصلا، هو بيبص عليك وبيراقبك وبيشوفك. وممكن لو الشخص ده يعرف السوشيال ميديا بتاعتك، لو يعرف مثلا اي حاجة عنك بيراقبك، في مراقبة اهي. بصوا هو سايب اللي في ايده بيبص الناحية التانية، فمعنى ذلك ان هو بيراقب، في طاقة مراقبة عندي. طاقة الغيرة مش واضحة قوي في القراءة، ولكن الواضح اكتر ان هو شخص متزن، في عنده اتزان. احتمال يكون بيغير بس من جواه ما بيبانش عليه. اوكي، ولكن على فكرة هو شخص كويس جدا، وشخص من جواه حنون ومعطاء، و هتلاقيه كده قنوع بكل حاجة حواليه. واحتمال يكون الشخص او الكراش بتاعك ده من عيلتك مثلا، وما بتتكلموش مع بعض كتير، يعني مش من عيلتك اللي هو يعني قريبك من الدرجة الأولى، ممكن يبقى لا من بعيد شوية، وما بتشوفوش غير كل فين وفين، وما بتتكلمش معاه كتير. أو الشخص ده في شغلك، أو الشخص ده من محيطك، يعني هو من المحيط عامة. و ولما بيشوفك بيكون فرحان وسعيد، وخصوصا برضو هنا لو انتي امرأة. طيب تعالوا نشوف الشخص ده عاوز يقول لك ايه، ولكن مش قادر يقوله. وهل الشخص ده هياخد خطوة بالكلام معاك؟ اوكي. طيب عامة هو الشخص ده يمكن عاوز يتعرف عليك أكتر، أو يعرف عنك معلومات أكتر، يعني غريبة، هو مش عاوز يقولك على مشاعره، أو مش عاوز يقولك مثلا إن هو معجب بيك. يعني أي حد في الوضع ده طبيعي هيبقى عاوز يقولك مثلا إن هو معجب بيك،
او في كده، او يلمح لك باي شيء يعني، ده اي حد في وضعه. ولكن هو انا شايفه ان هو عاوز يتعرف عليك معرفه تقليديه، او عاوز يقرب منك اكتر بمعلومات اساسيه. يعني زي ايه؟ عاوز يعرف عنك كل حاجه، اسمك، عندك اخوات ايه، بتشتغل ايه، انت ساكن فين، يعني عارفين اللي هي المعلومات التقليدية دي. يعرف عنك اكتر وعاوز يدخل في تفاصيلك. بص هو طالع لك ايه بداية، بس البداية دي فيها بنتكس، والبنتكس يعني حاجة على ارض الواقع، حاجة حقيقية، حاجة رسمية. عاوز يعرف عنك الموضوع ده اكتر. وكمان طالع لك الكينج اوف بنتكس، يعني برضو على فكرة الشخص ده بيفكر بعقله اكتر ما بيفكر بقلبه. ولكن هو عاوز يعرف ده بدافع المشاعر اللي عنده، يعني هو مش عاوز يعرف ده وخلاص او من باب الفضول، لا، ده بدافع المشاعر اللي عنده، عاوز يبقى اقرب منك اكتر، او يتعرف عليك اكتر، او يعرف انت مثلا شغال ايه، كام سنة، يعني الحاجات اللي هي التقليدية الاولية دي. تمام. والموضوع ده يمكن عاوز يعرفه بسرعة، هو ده اللي عاوز يعرفه عنك، بس مش قادر او مش عارف يعمله. طب هل اللي هو هياخد الخطوة دي؟ بصراحة كل كروت بنتكنز فيها الثبات، فهو هياخد الخطوة دي، هي خطوة اهي، بس هو اللي عاوز، هو اللي يبدأ بالخطوة دي. تمام. يعني هو اللي يبتدي بالخطوة دي، ان هو يتعرف عليك اكتر، وان هو اللي يحاول يبذل مجهود انه يقرب منك. شوفوا الشخص ده غريب قوي، هو حابب كده، يبذل مجهود انه يقرب منك، والموضوع ده هيخليه في طاقة توازن. يعني هو لما يبذل مجهود ويقرب منك وياخد عنك معلومات، او يتكلم معاك ويخليك انت تتكلم وتقول له، فيحس ان هو كده متوازن، هو فعلا عمل حاجة وعمل خطوة وخلاك منك شخص هو ما يعرفش عنك حاجة خالص لشخص يعرف عنك حاجات كتير. اوكي. فهل هو هياخد الخطوة؟ بصوا الكارت ده اصلا لما يطلع، فبالتأكيد ان شاء الله، ان شاء الله نعم هياخد الخطوة دي، او هيبقى عاوز ياخد الخطوة دي، اللي هو خطوة انه يتعرف عليك اكتر. ده بقى من الناس الغامضة اللي مش هيتعرفك مشاعرها خالص، هتبقى عايزة تتعرف عليك، ولكن هيبقى محتفظ بمشاعره، مش هيبقى عايز يبينها او يقولك كده انا معجب بيك او كده، لا، هو هيبقى عايز يتعرف عليك اكتر ويتكلم معاك اكتر كشخص، مثلا بحكم زمالة، بحكم صداقة، بحكم جيرة، بحكم اي حاجة، بحكم قرابة. فاهميني؟ ده ممكن يكون من برج الميزان او من برج السرطان. تعالوا بينا نخش على مجموع رقم 2 ونشوف ترى طاقتك ايه. مجموع رقم 2، شكلك بتكراش على حد، وحاليا هو بعيد، او انت بعيد، يعني انت بعدت عن المكان اللي فيه الشخص اللي انت بتكراش عليه ده، او هو بعد عن المكان اللي كان بيشوفك فيه او بتشوفه فيه، في فترة من البعد او في فترة من الرحيل. يعني انت يا هو، انت معجب بيه وبتفكر فيه يمكن، ولكن هو في طاقة بعد حاليا، وشايفك ان انت في طاقة غيرة او في طاقة عند، ممكن جدا تكون في طاقة عند وانت اللي بعيد عنه او مش عاوز تظهر، وممكن جدا تكون في طاقة غيرة، شايف في ناس حواليه من بعيد لبعيد وغيرهم. ممكن تكون بتفكر في سفر،
حاسس بالوحدة، حاسس إن في شيء، حاسس إن في شيء مربطك، في شيء مخليك مش عارف تاخد خطوات في حياتك كويس، أو مثلا موضوع الارتباط عندك بيجي عند حتة كده وما يكملش، فده حاجة مضايقاك أو دي حاجة مزعلاك، لأن انت في طاقة وحدة اهو، أو في طاقة حاسس إن انت عاوز تكون مع الشخص المناسب أو مش عارف تكون مع الشخص المناسب. في ناس في الطاقة بتفكر في سفر، وفي ناس كل تفكيرها أو كل دماغها بتحاول إنها تحطها في شغلها عشان تلغي من دماغها فكرة الوحدة أو فكرة الشخص المناسب ده حاليا لحد الشخص ده ما يجي. انت شخص قوي على فكرة، ورقم اتنين انت شخص قوي بتتمتع بالقوة، بتتمتع بالصبر والثبات والعند، عندك عند شديد، يعني لما بتعند على شيء خلاص الموضوع راح، يعني لما بتعند على حاجة خلاص. عندك قلب حنين قوي وحساس قوي، وحاسة ان انت بتحاول ان انت تحميه من جميع الاتجاهات ومن جميع الطرق وتبين الوش القاسي، ولكن انت في الحقيقة غير كده خالص، انت شخص حنين جدا، واحتمال تكون انت طالع من علاقة، طالع من علاقة، وحاليا انت معجب بشخص في الوضع الحالي ومش عاوز يتكرر معاك نفس مأساة العلاقة الأولى. انت ممكن جدا تكون من برج الحمل او من برج العذراء، او من برج الحمل تاني، يعني عندي برج الحمل كتير وبرج العذراء وعندي رقم واحد. هنشوف كده ترى يطلع علينا ايه. هل الكراش معجب بيك فعلا؟ هل الكراش اللي انت بتفكر فيه مجموع رقم اتنين، هل هو معجب بيك فعلا؟ حكاية الاختلافات النهاردة، عنده طاقة إعجاب بيك، بس خد بالك الشخص ده معجب بيك جسديا، يعني مش شكليا، مش ملامح، لا خالص، ده معجب بيك جسديا، عنده شغف جسدي تجاهك، ويمكن هو ده الحاجة اللي خليته ينجذب إليك، أو خليته مثلا تحس منه إن في مشاعر أو في حاجة. احتمال لبعض الطاقات منكم يكون الكراش بتاعك في الأساس في علاقة زواج، لأن طلع لي طاقة زواج وطلع لي طاقة استقرار في حياته، وهي كمان طلع لي طاقة إن هو معجب بيك جسديا، عنده طاقة شغف. فبالنسبة انه هو معجب بيك معجب بيك، ولبعض الطاقات هو في علاقة زواج، ولكن لكل الطاقات جميعا مش مشاعر اعجاب او انجذاب للشخص، ولكن الاكتر هو الشغف الجسدي. اوكي، اي نعم، هو حياته مش كويسة ومش احسن حاجة وتعبان في حياته، بس هو مسيطر عليه طاقة الشغف الجسدي بصراحة. طيب تعالوا نشوف، هل الشخص ده بيراقبك، بيغير عليك؟ ده بصوا سبحان الله، انتوا شايفين معايا؟ شغف جسدي، شغف جسدي، لا
خدوا بالكم الكراش ده كويس جدا جدا جدا، خصوصا لو خد خطوة واتكلم معاكم، ولازم تدوروا وراه، لازم جدا تدوروا ورا هذا الكراش. حتى لو حب ان هو يتعرف عليكم وقال ان هو مش متزوج او مفيش حد في حياته، حاولوا ان انتوا تدوروا وراه لحد ما تتأكدوا فعلا انه مفيش حد في حياته، لاني شايفة ان هو هيكون هدفه او دماغه مودياه في حتة الشغف الجسدي دي، فممكن يبين قصادك ان هو ملاك، ان هو كويس جدا، ان هو مفيش حاجة وهو معجب بيك فقط، وهيبين برضو ان هو سنجل، ولكن انا شايفة هنا ان هو في طاقة زواج، وبرضو مش لكل الطاقات، وعشان كده بقولك حاول كويس قوي قوي ان الشخص ده لو اتكلم معك او قرب منك او حصل بينكم كلام، انك تدور وراه كويس جدا وتعرف 100% ان هو مش متجوز او مفيش حد في حياته. لو مفيش تمام اوكي، يعني خلاص، لكن لو في يبقى خلاص بقى، يعني كل واحد طبعا على حسب دماغه وحسب رغبته، ولكن دي حاجة قصادي، فانا حابة ان انا اقولها لكم. هنا هو طاقة الشخص ده هو متلاعب شوية، هو عنده حتة تلاعب وعنده حتة ادهاء وعنده حتة انه ممكن يقنعك بحاجة وهو في نيته حاجة تاني، فعشان كده بقول لكم خدوا بالكم منه. طيب، هل هو بيغير الشخص ده او حاسس بمشاعر كده غير عليك؟ شوفوه بقى، بالرغم ان ممكن جدا يكون هو متزوج، وممكن جدا او مش ممكن، هو اكيد الطاقة طالعة ان هو في شغف جسدي عالي، ولكن بغير. يعني مثلا لو الشخص ده لقاك واقف مع شخص بغير بيتضايق، لو لقاك بتتكلم مع حد، او مثلا لو هو عندك على السوشيال ميديا ولقى مثلا في شخص في اميني في بيتكلم معاه كده برضه بيغير، ولكن هو شخص غامض وفي حاجات كتير مخبيها في حياته، وفي حاجات كتير هو ما مش قايلها، وهنا برضه على فكرة دي طاقة زواج، عشان كده بقول لكم خدوا بالكم وتأكدوا كويس جدا منه. طيب، هل هو بيراقبك او بيغير؟ طب هل هو معجب بيك؟ هو عنده اعجاب جسدي، الشخص ده ممكن يكون برج الحمل او الثور او القوس او العذراء او الجدي او برج ميزان. عاوز يقول لك ايه؟ هو مش قادر يا ترى، وهي يا ترى الشخص ده هياخد خطوة بالكلام معاك ولا لا؟ ده عايز يوضح اعجابه بيك، خصوصا طبعا لو انتي امرأة، عاوز يوضح اعجابه وعاوز يتكلم ان هو معجب بيك او معجب بشكلك بالاخص او ملامحك او كده، ولكن قلت لكم ان هو مش يعني اللي عنده مش انجذاب للشكل، ولكن لا ده انجذاب جسدي، بس هو عاوز يعمل ايه بس مش قادر حتى يعمل ده، ان هو يعجب، يعني يبين ان هو معجب بيك جسديا، سوري، ان هو معجب بيك شكليا او معجب بيك كملامح كجاذبية، يعني يقول لك ان انت شخص حلو جذاب فيك ملامح شدتني ليك او كلام زي ده، هو ده اللي هو عاوز يقوله ومش قادر. اوكي، كمان عندي هنا طاقة علاقة ثلاثية، يمكن عاوز يعرفك او يقولك برضو ان هو لبعض الطاقات منكم مش كلكم، ان هو في علاقة تانية بس برضو مش قادر يقول ده.
مش عارف يقول ده، ولكن الموضوع تقيل عليه. اوكي هل هياخد خطوة؟ بصوا، ادم طلع لي 6 اوف كابس، ففي عطاء، ففي خطوة هتتاخد او في كلام هيقوله. اوكي بس يمكن لما يتكلم معاك او ياخد خطوة او يحاول ان هو يتعرف عليك او يقرب منك، انت ممكن تتضايق منه في حاجة او تبقى مش حابب مثلا كلامه، او يبقى مثلا من بعيد كده، او نظراته تختلف غير لما يقرب منك ويتكلم معاك، يحصل عندك فرق. انت مش هو، انت اللي ممكن ما تحبش كلامه او تستغرب كلامه شوية، او تحس انه كلامه رايح شوية في اتجاه الانجذاب الجسدي اكتر، ممكن برضو الموضوع ده يضايقك او حاجة. المهم او ايا كان هو يقولك ايه، بس في حاجة يمكن تضايقك من هذا الشخص. ولكن ادام طلع 6 اوف كابس، ففي كلام يتقال منه ليك. انت على فكرة واقف في مكانك، انت شخص تقيل جدا، ولكن هو اللي ممكن ياخد الخطوة دي ويتكلم معاك، والموضوع يختلف بقى، يعني تحس ان هو في تغيير في طاقتك تجاهه، يعني في خطوة هو هياخدها. طلع لي برج العقرب برضو هنا، برج العقرب ممكن برضو يكون الشخص ده من برج العقرب، أو ممكن جدا انت تكون من برج العقرب. طيب انا كده خلصت القراءة النهاردة، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت معاكم. ما تنسوش اللايك والشير، وتقولوا لي عاوزين قراءات ايه الفترة الجاية ان شاء الله. ولو حد محتاج يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، هتلاقوه دايما في الديسكريبشن بوكس وفي التعليق المثبت الاول. شكرا ليكم، باي باي.